هم اثنين ترى حقين السوشيال ميديا، في شخص يصنع محتوى وفي شخص يصنع فرجة. يصنع محتوى، وش المحتوى؟ محتوى نافع، انت قاعد تفيدني، حلو، سواء في اي مجال. ايه في واحد يصنع لك فرجة، ما هم ما استفدت ما استفدت، تضرر دينيا قيميا اخلاقيا، ما يدخل. انا ابغى ارتفاعات في اللايكات ومشاهدات، عشان كذا انا اوصي دائما حقين السوشيال ميديا المشاهير ذولي، اقول تراك انت قاعد تكون لك اثر. وش الاثر اللي تتمناه اول ما تغادر الدنيا ان يطلع الناس؟